بكم مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه العربية 360، الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه. إيران تضيف الضمانات الاقتصادية كشرط جديد في مفاوضات النووي، وإسرائيل تهدد بالتحرك ضد اتفاق أسوأ من سابقه. سوف نكون بجانب كل العائلات التي عرفت خسائر بشرية. ضحايا بالعشرات في الجزائر بسبب حرائق قد تكون بعضها متعمدة، وفي السودان سيول لا تتوقف. العدل الأمريكي تكشف عن تهديدات شخصية للعملاء الذين فتشوا منزل ترامب، والأخير يجني تبرعات بالملايين كنوع من التعاطف. تتابعنا أيضا. في روسيا لكل شيء بديل بعد ماكدونالدز، روسيا تستنسخ ستاربكس وكوكاكولا. أهلا بكم. تفاؤل إيراني وغضب إسرائيلي، ربما هذا هو الوصف الأمثل لما يحدث في ملف الاتفاق النووي. إسرائيل مررت رسالة إلى إدارة بايدن وأكدت أن المسودة التي عرضت على إيران بشأن الاتفاق لا تتماشى مع الخطوط الحمر التي حددتها إدارة بايدن. رئيس وزراء إسرائيل قال إن المسودة تشمل تنازلات أكثر من اتفاق عام 2015 السيء بالفعل. لابيد أكد أنه يجب ترك طاولة المفاوضات مع إيران لأنها رفضت العرض الأوروبي وواصلت إملاء شروطها أكثر من مرة، وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق سيتم توقيعه مع إيران، وأنها ستعمل على اتخاذ اللازم لمنعها من حيازة السلاح النووي. هذه الرسالة تأتي بينما يقول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ستدخل مرحلة جديدة في محادثات فيينا إذا تم ضمان استفادة طهران الاقتصادية واحترام ما وصفها بالخطوط الحمر. وأكد عبد اللهيان أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق مستدام مع أمريكا إلا بالاتفاق على كل شيء. في التفاصيل، نشرت إيران انترناشنال قائمة بالتنازلات التي وافقت عليها الولايات المتحدة في محادثات فيينا حسب مصادر في الدائرة المحيطة من الرئيس إبراهيم رئيسي. وتشمل التنازلات رفع العقوبات عن 17 مصرفا والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، كما سيسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط في 120 يوما، كما سيتم إعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات في حالة انسحبت أمريكا من الاتفاق مجددا. ننوه إلى الأخبار العاجلة الواردة الآن حول هذا الموضوع. أكسيوس تقول بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول أن تقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة، إذن ينفي ما تقول إيران انترناشنال عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على رفع العقوبات عن مصارف وعن أيضا الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بكوريا الجنوبية وتنازلات أخرى.
وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. أهلا بك سيدة منى. إذن أكسيوس نقل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي نفيه للتنازلات أو حتى ما تقول إيران انترناشونال بأنها تسريبات حول ما سيحصل بالمفاوضات أو رد أمريكي على رد إيران أيضا. فعليا ما تصورك للرد الأمريكي الذي سيصدر قريبا؟ ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها إدارة بايدن بشأن الملف النووي الإيراني، وتحديدا بنقطة تقديم ضمانات بأن الإدارات المستقبلية الأمريكية لن تخرج من الاتفاق النووي؟ تحياتي لك للمشاهدين. صراحة متابعة للتاريخ والتجربة اللي خضناها في خضم هذه المفاوضات على أيام أوباما، أنا أرى أنه احتمالية صحة هذه الأخبار أكثر من نكرانها، لأنه حتى أيام أوباما قام بتقديم كثير من الضمانات وتنازلات كانت خارج اتفاق البرنامج النووي. يعني حينما مواطن عادي يريد يخرج من الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أن يخرج أكثر من 10,000 دولار دون أن يعلنها للسلطات، ولكن أوباما قدم الأموال في صناديق على شكل كاش حتى للجمهورية الإسلامية. لذلك لا استبعد أن تكون معلومات صحيحة. كما نحن نعرف فريق اللي كان يعمل مع روبرت مولي اللي كان بالأساس اختصاصهم حظر أو دراسة حظر الاقتصادي الإيراني على إيران أو حظر اقتصادي الثانوي، يعني بما أنه الشركات الأوروبية إذا في حال تعاملت مع إيران أيضا استقالوا من فريق مالي لأنه شاهدوا أنه مالي يقدم كثير من التنازلات. كان أيضا هناك تخوف إسرائيلي، أكيد لديهم معلومات أكثر مني. على ما يبدو هذه الأخبار صحيحة. كما أنه بالأساس جوزيف بوريل وفريق مورا قدموا لإيران مجموعة أسامي مجموعة من الشركات اللي مسموح لهم أن يتعاملوا مع إيران دون أن يشملهم الحظر الاقتصادي، ومجموعة من البنوك يتعاملوا مع إيران. لذلك برأيي معلومات صحيحة، وهذا اللي يسبب كثير من القلق في وسط الإسرائيلي وأيضا في بعض أوساط الأوروبية. حتى أن جون بولتن اليوم قال للواشنطن بوست أو وصف التنازلات التي يمكن أن تقدمها إدارة بايدن بأنها ترتقي إلى مستوى الخيانة. على كل الأحوال هناك تقارير تتحدث أن المفاوضين الإيرانيين يطلبون ضمانات في حال انسحبت أي إدارة مستقبلية من الاتفاق النووي. ما هو نوع هذه الضمانات؟ يعني هو بالأساس قالوا أنه يقدم غرامات في حال الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الاتفاق، أن يقدم لإيران أموال بسبب الخسارة اللي ممكن إيران تتحملها. ولكن لا ننسى حتى وإيران بقيت في هذا الاتفاق، حتى وإيران التزمت بكل هذه الشروط، بسبب عدم الاستقرار السياسي في إيران، بسبب كثرة الفساد، كثير من الشركات الخاصة قد لا تقبل أنه تدخل في إيران. وليست يعني هنا شركات خاصة، فبالعدد أي مثلا الحكومة الألمانية لا تستطيع أن تفرض على هاي الشركات مثلا يروحوا ويستثمروا في إيران. ففي حال هاي الشركات لم تستثمر بإيران حتى مع الاقتصاد، حتى لو حصلت المفاوضات والولايات المتحدة الأمريكية خرجت، يعني أي كيف ممكن حتى حساب هذه الغرامات؟ يعني إيران كيف تستطيع أن تقول أنه نحن خسرنا لأنه مثلا شيل لم تأتي وتستثمر في إيران؟ لأنه بالأساس ممكن السبب إيران وليست الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا أقول سبب هذه المطالبات شيئين. أولا في اقتطاعات داخلية بين الجناحين في إيران. الجناح اللي الآن في الحكم يريد أن يقول للجناح روحاني أو الإصلاحيين أنه نحن أقوى منكم في المفاوضات، نحن حصلنا على ما لم تستطيعوا أن تحصلوا عليه، لذلك لساتهم يتكلمون في الأوهام. السبب الآخر، كل هذه المفاوضات وصلت إيران، أعطت لإيران وقت حتى توصل لمرحلة لا رجع له، فلا رجع لها، يعني ممكن أن يحصلوا على القنبلة ويضعوا. سيدة منى، إسرائيل الآن بخبر عاجل تبلغ البيت الأبيض أن مسودة الاتفاق النووي مع إيران تخرق الخطوط الحمر. أيضا إيران تتحدث عن خطوط حمر، أين تتقاطع وأين تختلف وتبتعد هذه الخطوط الحمر التي يتحدث الطرفان عنها؟
المشكلة في هاي العلاقة الإسرائيلية الإيرانية والدول الغربية حتى في أيام الاتفاق النووي ب2015 إسرائيل لم تكن موافقة عليها، لذلك استمرت عمليات الاستخبارات. كثير من المعلومات اللي الآن تطالب فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاءت من معلومات استخباراتية اللي إسرائيل قدمتها. إيران من طرف تقول أنه لا أريد الرد على تلك الاتهامات لأنه حصلوا معلومات بشكل غير قانوني من خلال الاستخبارات، ومن طرف آخر الوكالة الذرية لا تستطيع أن تسكت عن تلك المعلومات. لذلك هذه الخطورة الحمر اللي يتكلمون فيها، يعني لسه إسرائيل عندها معلومات وتصر أنها صحيحة وإيران من طرف آخر لا تريد أن ترد عليها، فكل هذه الأمور تعمل صراع في هذا الوسط بين الأطراف المختلفة. يعني شكرا جزيلا لك من بروكسل الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. مشاهدينا، ظواهر مناخية متطرفة نشهدها منذ بداية هذا الصيف، حرائق، فيضانات، جفاف، وأصبحت هذه الظواهر في قلب منطقتنا العربية. نبدأ من الجزائر. ولايات شرق البلاد كانت مرتعا لحرائق شديدة، مع إعلان السلطات تسجيل 118 حريقا في 21 ولاية خلال يوم واحد فقط. تخيلوا، يوم واحد. حصيلة الخسائر البشرية وصلت إلى 37 وفاة، 30 منهم في ولاية الطارف الأكثر تضررا، إضافة إلى 161 إصابة. السلطات الجزائرية أعلنت استنفارا كاملا للدفاع المدني وقيادة الجيش، التي أرسلت مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق. كما أعلنت اليوم عن ضبط 3 أشخاص قد يكونوا بدأوا بإشعال النيران في محاصيل زراعية. الحرائق الأقوى اندلعت بغابات الولايات الشرقية للجزائر. ولاية الطارف بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية الشمالية شهدت وفاة 30 شخصا، بينهم 8 توفوا في حافلة عامة بعدما فوجئوا بالنيران أثناء سيرها في منطقة جبلية. بينما شهدت منطقة سطيف على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة وفاة شخصين على الأقل بحسب ما أفادت وزارة الداخلية. الحرائق امتدت إلى مناطق سوق أهراس وسكيكدا وبجاية وجيجل وعنابة، وكحصيلة ثقيلة لشهر أغسطس الجاري منذ بدايته حتى اليوم. أعلنت السلطات أن الحرائق اجتاحت 3200 هكتار من الغابات والأشجار. قتلت حرائق غابات هائلة في الجزائر العام الماضي 104 أشخاص، بينهم 33 جنديا. وفي منتصف يونيو الماضي استأجرت السلطات الجزائرية طائرة إطفاء لمدة 3 أشهر من روسيا، لكنها تعرضت لعطل فني وهي خارج الخدمة حتى السبت بحسب وزارة الداخلية. إذن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن الدولة ستستخدم كل الموارد البشرية والمادية لوضع حد لحرائق الغابات. بدوره أعلن رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن من ولاية الطارف أن قوة الرياح التي بلغت أمس 91 كيلومترا في الساعة أدت إلى تأزيم الوضع وصعبت مهمة إخماد الحرائق، وأضاف أنه لم يكن هناك تأخر في التدخل وأن وسائل الإطفاء كانت كافية، لكن قوة الرياح وكثافة الغطاء النباتي صعبت المهمة عليهم، مشيرا إلى تعويض المتضررين عن كل الخسائر بعد إحصائها. هذه السنة يعني كانت هناك استباق من طرف الأجهزة الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق، إن على مستوى الحماية المدنية، إن على مستوى أجهزة، إن على مستوى مدير العام للغابات، ولكن يعني حدث ما حدث،
ومن كل كما أقول من كل حادثة نستخلص الدروس والعبر. فمصابنا جلل، مصابنا كبير، فهذه الخسائر البشرية طبعا لا تعوض، لا تعوض ولن تعوض، ولكن سوف نقوم بما يجب من أجل التخفيف من هذا المصاب الذي مس عائلاتنا ومسنا نحن أولا قبل أن يمس عائلات هؤلاء المفقودين رحمهم الله تعالى. الجارة الغربية المغرب، تمكن عناصر الإطفاء من السيطرة على حرائق غابات في ضواحي مدينة المضيق شمال البلاد المندلعة منذ يوم الاثنين. السلطات المحلية أفادت أيضا بوفاة 3 من عناصر الإطفاء عقب انقلاب شاحنة وسط الغابات المحترقة، وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب. وأشارت السلطات إلى توقيف 4 أشخاص ووضعهم قيد التحقيق للاشتباه في تسببهم في إشعال تلك النيران التي أتت على نحو 125 هكتارا من الغابات. السودان ووجه آخر للمناخ المتطرف، السيول الجارفة التي تجتاح عددا من الولايات أبرزها ولاية الجزيرة وسط البلاد وشمال كردفان. تسببت هذه السيول المتدفقة بوفاة العشرات بحسب ما أعلن المجلس القومي للدفاع المدني، إضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل. السلطات السودانية أعلنت محلية المناجل بولاية الجزيرة منطقة كوارث، كما عزلت مياه نهر القاش الموسمي بولاية كسلا شرق السودان عشرات القرى مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة ومعقدة. المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم قال للعربية إن عدد المنازل المدمرة بشكل كلي بفعل الأمطار وصل إلى 12551 منزلا، فضلا عن غرق 470 فدانا زراعيا. الناس كلها في الشوارع، البيوت وقعت، البهائم زي ما قولوا ماتت، كل الحاجات يعني احنا والله حالة يرسى لها. وينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر محمد علال الكاتب الصحفي الجزائري، وأيضا من ولاية كسلا مراسل العربية محمد عثمان. أهلا بكما ضيفي العزيزين. سيد محمد من الجزائر، نبدأ من هناك، فعليا ما هي آخر التطورات؟ بأي ولايات انحسرت الحرائق؟ وما هي آخر التحديثات حول الضحايا لو سمحت؟ تحية لك والمشاهدين. الحمد لله، يعني الحرائق انحصرت منذ الصباح في خاصة في مدينة الطارف أو القالة التي شهدت المأساة الكبرى أمس. انحصرت تقريبا كل الحرائق، بقيت بعض الحرائق الخفيفة المنتشرة هنا وهناك، ولكن كما أشرتم في التقرير وكما تحدث الوزير الأول الذي يزور المدينة لتفقد الوضعية اليوم صباحا إلى الرياح التي أدت إلى وقوع الكارثة في ساعات قليلة، يعني الأمر يتعلق بغضب كبير للطبيعة ومتسارع، فبالتالي لا يمكن الحديث عن الإمكانيات أو الحديث عن القدرة
في ظل هذه الكارثة الجوية المتسارعة. فبالتالي عدد الضحايا لغاية الآن مستقر في رقم 37 كما أعلنت السلطات الرسمية. نعم. منذ الصباح لا يوجد تحديث لهذا الرقم، ولكن نتمنى أن لا ترتفع يعني الحصيلة خاصة البشرية في ظل هذه الأحداث المتسارعة. إلى كسلة من هناك مراسل العربية إذن محمد عثمان. محمد، الصور الآتية من عندك يعني تظهر حجم الخسارات، فعليا ما هي آخر التحديثات؟ وأود أن أسألك عن الذين هجروا أو هجروا منازلهم بفعل هذه الفيضانات والسيول، فعليا أين يسكنون الآن؟ نعم، أهلا بك يا راوية. وصلنا صباح هذا اليوم إلى ولاية كسلة شرقي السودان. حقيقة يعني اصطدمنا بمشاهد إنسانية صعبة وصعبة جدا، يعني تقطعت أوصال بعض القرى والأرياف حوالي هذه المدينة، مدينة كسلة. تم عزلها تماما بواسطة المياه، لا تصلها المعينات الغذائية الدوائية وحتى المعينات الإيوائية، وبالتالي هي معزولة تماما عن بقية المناطق. المعنى الدقيق أو التوصيف الدقيق أن هذه القرى وأيضا الأرياف تقطعت أوصالها من بقية المدن، وبالتالي نستطيع القول بأننا أمام يعني مشهد إنساني صعب وصعب للغاية. وهذا ما تحدث عنه رئيس لجنة الطوارئ عندما التقيناه صباح هذا اليوم، تحدث صراحة عن ضرورة التحرك العاجل والتدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية والمحلية، والتي يستوجب عليها أن تقوم بإغاثة يعني جميع الذين تضرروا بشكل كبير جراء هذه السيول والفيضانات، لا سيما في هذه الولاية. في آخر التحديثات، حصلنا على آخر تحديثات من قبل الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، تواصلنا معه قبل قليل وتحدث عن أن عدد الوفيات يعني وصل 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاق 15,000 منزل يعني حوالي جميع مدن السودان. أيضا عدد المنازل التي دمرت بشكل جزئي فاق 21,000 منزل، وهنالك أيضا أرقام صادمة عن نفوق الحيوانات وأيضا عن المزارع التي دمرت والتي بلغ عددها 1400 فدان، وأيضا عدد 45 من البساتين في مختلف ولايات السودان. وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام هي في ازدياد، لأن الخريف هنا في السودان وموسم الأمطار لم ينتهي حتى الآن، والتوقعات هيئة الإرصاد الجوية تقول بأن يعني هنالك أمطار غزيرة ربما تهطل في مقبل الأيام. وبالتالي يعني الوضع في السودان يحتاج بالفعل إلى وقفة، ووقفة حقيقية، وإلى تدخل سريع من قبل منظمات المجتمع المدني، ولا سيما أيضا المنظمات الدولية. نعم. محمد، ابقى معي، سأنتقل إلى سيد محمد أيضا من الجزائر. رئيس الوزراء تحدث عن تعويض للمتضررين، متى ستبدأ اللجان التي تدرس حجم الأضرار لتعويض الناس عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة هذه الحرائق؟ طبعا معروف أن الدولة الجزائرية اعتادت على مرافقة يعني ضحايا الفيضانات أو هذه الكوارث الطبيعية، هذا إجراء طبيعي تقوم به الدولة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية. الأمر الآن منصب أكثر حول الحصيلة أو يعني الكارثة الأولية، يعني بالنهاية بما يخص الأرواح وأيضا الخسائر التي تتعلق بالمزارع والمنازل التي تضررت بشكل كبير. الحصيلة لم يتم انتهاء منها. اليوم هناك شيء مهم جدا هو التكافل الاجتماعي، وأيضا من طرف المجتمع المدني، الهلال الأحمر الجزائري،
الدولة أيضا يعني محاولة الإغاثة الأولية والمتسارعة يعني لإنقاذ العائلات وأيضا التكفل بهم في المرحلة الأولية. أما التعويضات فهي مرحلة ثانية ستقوم بها الدولة، أكيد سيكون ذلك عن طريق اجتماع أو مجلس لتحديد المبالغ، وعلى كل واحد على حسب الأثر. هذا قد سيأخذ أكيد أسابيع نعم ونقاشات، ولكن ليس هذا السريع في هذه اللحظة. اللحظة الآن تتطلب يعني تدخلات المستعجلة، وهذا ما قامت به نعم الأجهزة سيد محمد، والمؤسسة مؤسسة الدولة. نعم، أنتقل بسؤال أخير باختصار محمد عثمان. أود أن أسألك عن المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض، يعني خاصة عندما تكون هنالك كميات كبيرة من هذه المياه، وأناس يعني طريقة عيشهم الآن غير صحية. من يساعد هؤلاء ويقيهم من تلك الأمراض؟ للأسف حتى الآن لا أحد، يعني عندما كنا في تلك المنطقة التي تبعد حوالي 70 كيلومتر يعني من هذه المدينة، من مدينة كسلة، منطقة ريفي أروما، هذه المنطقة التي تقع شمالي مدينة كسلة، المواطنون يجأرون بالشكوى لأن هنالك يعني غياب لمياه الشرب، يعني هنالك مياه الأمطار اختلطت بمياه المراحيض، وهذا ينذر بكارثة بيئية لا محالة. يشكون من غياب وجود الأمصال التي تقيهم، تقي هؤلاء المواطنين شرور الأوبئة التي تنتشر في موسم الخريف، وغيرها أيضا من الشكاوى المرتبطة بالمواد الإيوائية وما إلى ذلك. هنا لجنة الطوارئ تقوم ب يعني حث منظمات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني لضرورة التدخل العاجل في تلك المناطق التي أصلا هي تعاني من غياب نعم. الخدمات الأساسية. الأمر الصعب والمخيف الذي نستطيع أن نقوله أن هنالك مناطق معزولة لأكثر من 20 يوما في هذه الولاية، لا تصلها المعينات الدوائية الإيوائية. استمعت إلى كثير من القصص التي تصدم الضمير الإنساني، لك أن تتخيلي راوية أننا استمعنا إلى قصة أن هنالك أم حامل فقدت روحها وجنينها لأنها لم تستطع الوصول إلى المشافي القريبة، وغيرها أيضا من القصص التي استمعنا إليها نهار هذا اليوم. أيضا يعني يشكون من غياب مياه الشرب وغيرها أيضا من المعينات الأساسية، وبالتالي نستطيع القول بأننا أمام مشهد إنساني صادم ويستدعي التدخل السريع من قبل منظمات المجتمع الدولي والمدني المحلي أيضا. على صوتك يصل محمد عثمان مراسل العربية، إن كان للوزارات السودانية المختصة أو لجمعيات المجتمع الدولي المنوط بها مساعدة في هكذا حالات. شكرا جزيلا لك، وأيضا لضيفي السيد محمد علال الكاتب الصحفي الجزائري. تتابعونا بعد قليل. رغم الدعم من قواعد الجمهوريين، ترامب يواجه معارضة صامتة داخل حزبه، ونائبه السابق منفتح للشهادة في قضية اقتحام الكابيتول ولكن دون الكشف عن اتجاهه. من جديد، أجلت محكمة في فلوريدا قرارها بشأن الوثائق التي يمكن الكشف عنها من مذكرة التفتيش لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أجلت إلى يوم الخميس المقبل. وكانت المحكمة استمعت إلى المدعي العام الأمريكي في القضية، وأكد أن عملاء الاف بي اي الذين فتشوا منزل ترامب تلقوا تهديدات شخصية، وأعرب المدعي العام الأمريكي عن قلقه على سلامة الشهود في قضية وثائق ترامب.
دعم مادي ومعنوي غير مسبوقين يحصل عليهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والفضل يعود لوزارة العدل. ترامب جنى الملايين عبر التبرعات منذ تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا في 8 من الشهر الجاري بحسب صحيفة واشنطن بوست. الصحيفة أضافت أن الوفرة المادية علامة على أن ترامب يجني بعض الفوائد السياسية عبر تضامن الجمهوريين الواسع معه، حتى أن تصريحات متعاطفة خرجت من شخصيات مثل نائب الرئيس السابق مايك بانس وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اللذين لم يكونا متحمسين بشكل عام للدفاع عن ترامب. قفز جمع التبرعات السياسية لدونالد ترامب إلى أكثر من مليون دولار يوميا خلال الأسبوع الماضي، وفقا لمصدرين مطلعين على الأرقام في وقت ربما يدرس ترامب الترشح مجددا. يأتي التدفق المالي مشاهدينا لينعش حملة ترامب التي جمعت 36 مليون دولار في النصف الأول من العام وفقا لبيانات لجنة الانتخابات الاتحادية، ليصل المجموع إلى أكثر من 100 مليون دولار منذ مغادرته البيت الأبيض. ذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي ترامب يقود حملة جمع المساهمات من خلال رسائل البريد الإلكتروني المحفزة لمؤيدي ترامب. ونقلت الصحيفة عن خبيرة في الاتصالات الرقمية قولها إنه لطالما كان لدى ترامب كمرشح وجامع تبرعات مجموعة مميزة لديها القدرة على حشد الدعم المادي لمرشحهم ترامب. واشنطن بوست قالت إن رسائل البريد الإلكتروني لجمع التبرعات تأتي بنتائج أفضل عندما تكون مرتبطة بأحداث إخبارية هامة، خاصة كما حدث مع مؤيدي ترامب الذين باتوا يشعرون أنهم تتم مهاجمتهم شخصيا. ويرى مراقبون أن شعبية ترامب في أوساط الجمهوريين إلى ازدياد، وأنه بات من الصعب أن يظهر معارضون صريحون له في الحزب. عضو الكونغرس الجمهوري أنتوني ساباتيني قال إن انتخابات وايومينغ التمهيدية كانت استفتاء وطنيا حول مستقبل الحزب الجمهوري، مضيفا أنه يوجد أكثر من شخص على شاكلة لستشيني في الحزب لكنهم أكثر ذكاء ويبقون أفواههم مغلقة على حد قوله. ليز تشيني، وعلى الرغم من خسارتها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في وايومينغ، إلا أنها ستبقى عضوا في الكونغرس حتى يناير المقبل. نائبة لرئيس لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير من عام 2021. اللجنة درست لأشهر ما إذا كانت ستسعى رسميا للحصول على شهادة نائب الرئيس السابق مايك بانس، أو إذا كان سيتم الاستماع فقط إلى روايته للأحداث. بانس قال إنه لا يريد الحكم مسبقا على أي دعوة رسمية توجهها لجنة التحقيق إليه. Any invitation to be directed to me, I would have to reflect on the unique role that I was serving in as vice president. Be unprecedented in history for a vice president to be summoned to testify on Capitol Hill. But I, as I said, I don't want to prejudge. If there's ever any formal invitation rendered to us, we'd give it due consideration. وينضم إلينا من واشنطن توماس جورجسيان، الكاتب المتخصص بالشؤون الأمريكية. أهلا بك سيد توماس. يعني حسب الأرقام استفاد ترامب من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا، وزادت التبرعات المالية لتصل إلى 100 مليون دولار، رقم كبير جدا. كيف سيستثمر هذا الدعم المادي والشعبوي بصناديق الاقتراع إذا ترشح لولاية ثانية برأيك؟ بالتأكيد هناك مؤشرات كثيرة تؤدي إلى أن الرئيس ترامب يود أو يسعى إلى أن يرشح نفسه، ولكن كما ذكرت في التقرير الذي يذيع من قبل هناك عدة
مطبات أو نقول عدة خطوات قبل هذا. ما يمكن الإشارة إليه تحديدا في الأيام الأخيرة والذي وضح كثيرا أن الإيميلات البريد الإلكتروني وتحديدا في يوم 8 من في أغسطس الحالي أو الجاري كانت أكثر من 100، فبالتالي تم جمع أكثر من مليون دولار يوميا على مدى الأيام القليلة الماضية، يعني على مدى الأسبوع الماضي. ولكن في نفس الوقت فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تتم بشكل أو آخر على امتداد بعض الولايات، بالإضافة إلى الانتقادات الداخلية أو ما سميتونها أو أسميتمونها بالمعارضة الصامتة، إنها ليست صامتة صامتة إلى حين حتى تتضح الصورة بشكل أو آخر. بالإضافة أنه ولكن في نفس الوقت أجب أن أكون واضحاً أن الحزب الجمهوري لا يريد ولا يود ولا يسعى أن يطرح أي بديل للرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب هو المسيطر والمهيمن والمكتسح لأغلب الاستطلاعات الرأي، خصوصا داخل، أقول واضحا، داخل صفوف الحزب الجمهوري وتحديدا في الولايات التي توصف بأنها ولايات حمراء أي أغلبيتها جمهورية، وتحديدا نحو 30-40 مليون جمهوري أو ناخب جمهوري يودون أن يكون هناك فترة ثانية أو رئاسة ثانية للرئيس ترامب. يعني تصورك لمستقبل الحزب الجمهوري، خاصة ما لفتني هو تصريح لعضو الكونغرس أنتوني ساباتيني الذي قال بأنه يوجد أكثر من شخص على شاكلة ليز تشيني بالحزب لكنهم أكثر ذكاء لكنهم يبقون أفواههم مقفلة، ما الذي يحدث؟ بالتأكيد هناك صراعات داخل الحزب الجمهوري وتحديدا فالحزب بشكل أو آخر، حتى أكون واضحا، ذكرتم نائب الرئيس مايك بينس، النائب الرئيس السابق مايك بينس على سبيل المثال، ميتش ماكونيل رئيس مجلس أو رئيس القيادات الجمهورية في بالمجلس الشيوخ، كل هذه الشخصيات لن يعني كما لا يمدون على شيك على بياض بالنسبة للرئيس السابق ترامب. هناك على سبيل المثال وليس الحصر، جريدة وول ستريت جورنال التي معروفة بتوجهاتها الجمهورية أو اليمينية أو الرأسمالية، أكثر من مقال رأي في الفترة الأخيرة تشير إلى أن لا يجب على الحزب الجمهوري أن يتحمل أعباء أو تبعات اختيار الرئيس ترامب بما له من مساوئ، وأن الأمور صارت، حتى أكون أكثر وضوحا ودقة في التعبير، أن الحزب الجمهوري وبعض القيادات، ولن أقول أغلب القيادات، يرون أن ما لا يريدون أن يتحملوا أخطاء التي تمت في الفترة السابقة في ولاية ترامب، وهي لا يتحملون كل هذه الأشياء، وهم يودون النظرة المستقبلية لما بعد المرحلة القادمة يعني. نعم، شكرا جزيلا لك إذن سيد توماس جورجيسيان الكاتب المتخصص بالشؤون الأمريكية. إذن رغم انسحاب فرنسا من مالي منهية وجودا عسكريا دام لسنوات تحت غطاء محاربة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، إلا أن مالي لا زالت تصعد ضد باريس. بدأت باريس عملية برخان في مالي لملاحقة التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وفقدت خلال سنوات العملية 59 جنديا، إلا أن فرنسا اليوم متهمة بدعم المتطرفين أنفسهم. كيف ذلك؟ الجواب في رسالة وجهها وزير خارجية مالي عبدالله ديوب إلى الأمم المتحدة، اتهم فيها فرنسا بالتواطؤ مع المتطرفين شمال البلاد. الرسالة أرسلت إلى رئيس مجلس الأمن، وهي أحدث محاولة لتقويض الدعم لفرنسا المستعمر السابق لمالي. يأتي ذلك في وقت يخشى فيه الخبراء من أن رحيل الجيش الفرنسي قد يمهد الطريق للمتشددين لتكثيف هجماتهم. وغادر مالي آخر جندي فرنسي من عملية برخان يوم الاثنين الماضي بعد تدهور العلاقات بشكل حاد مع زعيم المجلس العسكري المالي الذي استولى على السلطة قبل عامين. وزير خارجية مالي كتب في رسالته إن لدى حكومة بلاده أدلة عدة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي
قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل لمدها بالأسلحة والذخيرة. لكن السفارة الفرنسية في مالي نفت بشدة تلك المزاعم في تغريدة على حسابها على تويتر، قائلة إنه من الواضح أن فرنسا تدعم أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الجماعات الإرهابية التي لا تزال من أعدائها في جميع أنحاء الكوكب. في عام 2013 قادت فرنسا عملية عسكرية لطرد المتطرفين من المدن الرئيسية في شمال مالي، حيث استولى المتشددون على السلطة وبدأوا في فرض عقوبات قاسية جدا على المدنيين. عندما حررت القوات الفرنسية المدن الشمالية رحب بها العديد من الماليين وهم يلوحون بالأعلام الفرنسية المخيطة يدويا، لكن مع انسحاب الغرب وتولي المجلس العسكري الحكم تغير الوضع. التغير كان بالتوجه نحو موسكو لتكون بديلا لباريس، فقد استعان المجلس العسكري الحاكم في مالي بمجموعة فاغنر الروسية التي بات لها حضور كبير في القارة السمراء، وبهذا تقف باريس وتشاهد تقدم خصمها الروسي في مستعمراتها السابقة. ولتأكيد اعتماد موسكو على مجموعة مرتزقة، مجموعة فاغنر، انتشر عناصرها في مالي. هنا مدت روسيا أذرعها في القارة السمراء مع انكفاء فرنسي أو شبه هزيمة، مستغلة مغادرة آخر العسكريين الفرنسيين في قوة برخان لمكافحة المسلحين. مالي وبعد مرور 9 أعوام على وجودهم في الدولة الأفريقية على خلفية العلاقات المتوترة بين باريس والمجلس العسكري والحاكم، المجلس العسكري طبعا هو الحاكم في باماكو، أخرجت فرنسا من مالي نحو 400 حاوية و1000 آلية بينها مئات المدرعات باتجاه قاعدتها العسكرية بتشاد بشكل رئيسي ودول المجاورة مثل بوركينا فاسو، لتمتد أذرع موسكو أيضا بديلا وتتوسع في مالي على غرار وجودها المكثف في دولتي أفريقيا الوسطى والكونغو، مع ميل قادة هذه الدول مشاهدينا نحو الكرملين كحليف وثيق. وكتأكيد على بقاء قواته في المنطقة، أعلن الجيش الفرنسي أن حوالي 3000 من عسكرييه سيظلون منتشرين في منطقة الساحل، تحديدا في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو كما ذكرنا. لكن رغم ذلك التخوف موجود وبشدة، فالانسحاب الفرنسي من مالي ومن بعده تعليق العمليات العسكرية الألمانية يشكل ضربة لجهود مكافحة الإرهاب. والحديث عن إعادة انتشار القوات الأوروبية أقله وفق الخطة الفرنسية قد لا يشكل بديلا فاعلا ضد التنظيمات التي تتحين ما ستخلفه المواقف من ثغرات. وبالتالي فإنه في حال استعادة التنظيمات المتطرفة قدرتها على تنظيم صفوفها بشكل أكبر، ستتحول مالي مجددا إلى قاعدة خلفية لها أمر قد يمثل خطرا على منطقة الساحل بأكملها. إذا ننتقل لنشاهد هذه الصور التي وصلتنا مشاهدينا لحريق بمستودع أسلحة روسي قرب حدود أوكرانيا، وقد ورد منذ قليل خبر عاجل مفاده إخلاء قريتين روسيتين على الحدود مع أوكرانيا بسبب هذا الحريق الهائل كما نشاهد قرب حدود أوكرانيا. طبعا سنكون بأي جديد ونوافيكم بالتفاصيل فور ورودها. تتابعون بعد الفاصل. بمجرد رفع حالة الطوارئ في سريلانكا، التظاهرات والاشتباكات تعود للشارع.
من جديد. منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قررت شركات أجنبية عديدة مغادرة روسيا كنوع من العقاب، لكن ومنذ ذلك الحين انتهجت موسكو سياسة نسخ تلك الشركات التي غادرتها، كما أنها امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المقلدين. شركات عالمية عدة خرجت من روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، خطوة كان هدفها تهميش ومعاقبة موسكو، لكن وعلى ما يبدو لا شيء يصعب عليها. فردا على تركها الأسواق الروسية، تسير خطة خلق بدائل مشابهة بوتيرة سريعة، وبدأت أسماء جديدة تملأ فراغ الشركات التي غادرتها، لكن ثمة أمورا تحدث قد تعتبر تعديا على الشركات الغربية، حيث تعتمد روسيا شعارات وأفكارا هي بالأصل ملك شركات تجارية عالمية متمسكة بمرسوم اعتمدته الحكومة الروسية يسمح للشركات المحلية باستخدام براءات الاختراع من البلدان التي تعتبر غير ودية دون دفع الملكية الفكرية. آخر مثال كان فتح محل لبيع القهوة، إذا أردنا وصفها فيكون بشكل أدق أنها نسخة عن شركة ستاربكس الأمريكية، لكن تحت اسم ستارز كوفي. إلى جانب ستاربكس، شركة المشروبات الغازية كوكاكولا أكثر المتضررين، حيث فشلت إلى حد كبير في كسب قضايا ضد شركات منتجة لمشروبات غازية تحمل أسماء متطابقة تقريبا مثل شركة فانتولا التي أغرقت الأسواق الروسية بإنتاجاتها. ولحد الآن ضمت قائمة الشركات التي جمدت عملها أو أوقفته نهائيا في روسيا أكثر من 490 شركة، وعادة ما تواصل روسيا إيجاد البدائل. إذن مشاهدينا، الانفجارات التي تحدثت عنها رويترز هي في قاعدة عسكرية روسية في القرم كما نشاهد، وهزت مدينة سيفاستوبول عاصمة القرم. الانفجارات إذن وقعت قرب محيط القاعدة العسكرية الروسية بلبك، وكما نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد. طبعا حتى الآن هذه الاستهدافات لقواعد عسكرية بالقرم مستمرة منذ الأسبوع الماضي، حتى الآن يعني لا معلومات إضافية غير التي يعني نقولها. نذكر بأن روسيا كانت قد أقالت قائد الأسطول البحري في البحر الأسود بسبب هذه الانفجارات المتكررة بالقرم. طبعا فور ورود أي معلومات سنعرضها لكم مشاهدينا. إذن نكتفي بهذا القدر ونذهب إلى صورة اليوم من ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تعيش ظلاماً اختيارياً بعد أن حددت سلطات السكان على إطفاء الأنوار بإرادتهم، وإلا فستنقطع الكهرباء. موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة جعلت السلطات تطالب السكان بالتخلي عن الأجهزة غير الضرورية وضبط درجة حرارة مكيفات الهواء على 26 درجة مئوية لتخفيف الضغط عن الشبكة في ساعات الذروة. نشير فقط إلى أن ولاية كاليفورنيا لو كانت دولة لكان ترتيبها الخامس عالميا من ناحية قوة الاقتصاد، لأنها تتخطى بذلك دولا مثل بريطانيا، فرنسا والهند. تصريح اليوم هو من أديس أبابا، حيث هجوم الحكومة الإثيوبية على المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم. المتحدثة باسم الحكومة قالت إن تصريحات تيدروس حول الوضع في تيغراي بأنه أسوأ كارثة على وجه الأرض هي تصريحات غير أخلاقية، هكذا قالت، وبأنه عليه التنحي بعد الإدلاء بتصريحات لا تليق بمثل منصبه رفيع المستوى. ويعد مدير عام منظمة الصحة العالمية من عرقية تيغراي شمال إثيوبيا، وقال إن 6 ملايين شخص في تيغراي تحت حصار قوات أديس أبابا. أما فيديو اليوم فهو من سريلانكا، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق أول مظاهرة في البلاد منذ رفع حالة الطوارئ في العاصمة
كولومبو، وخرج المحتجون للاعتراض على تردي الأوضاع الاقتصادية ونقص السلع الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وغلاء الأسعار، وامتنعت المعارضة عن التظاهر خلال فترة حالة الطوارئ، لكن مع رفعها يبدو أن الاشتباكات عادت من جديد كما نشاهد في الصور.